مشاهدينا، شهدنا الأسبوع الماضي بطولة كأس السعودية للفروسية والتي فتحت أبواب المملكة لضيوفها من مختلف مناطق العالم، وبالطبع بنات الوطن كانوا متواجدين لإبراز هوية المملكة التراثية بمختلف الطرق. اليوم معنا مصممة الأزياء وسفيرة مجلس الأزياء العربي الأستاذة أروى العماري، واللي راح تحدثنا عن مشاركتها بمجموعة فخر المستوحاة من الموروث السعودي في كأس السعودية للفروسية. أهلا بك يا أروى. أهلا يا ريم، كيف سعيدين جدا بوجودك معنا وسعيدين بهذا الكوليكشن الجميل اللي قدمتيه. في البداية كلمينا عن عرض الأزياء أو اللي كنت مسؤولة عنه في بطولة كأس السعودية للفروسية. طبعا كأس السعودية هو حدث يعني يحتفل بالموروث السعودي بشكل عام، لأنه الخيول موجودة في تراثنا سواء كان العربي أو السعودي. يعني معروف أن السعودية فتحت على ظهور الخيول، فالفكره كانت من كأس السعودية أن هو إعادة هذا يعني الرياضة بشكل جميل إلى منبعها، يعني وبحيث ينافس المسابقات العالمية زي الرويال أسكت أو حتى سباق دبي يعني للخيول. وكان النظرة يعني أو الفيجن لهذا المشروع أنه كمان يكون لايف ستايل أو يعني حدث يعني يدمج اللي هو اللايف ستايل مع الثقافة مع أو يظهر ثقافتنا للعالم، لأنه في هذا الحدث جو كثير من يعني أنحاء العالم. صحيح. يعني ملاك الخيول عالميا جو للتسابق لأنها كانت أغلى جائزة على في تاريخ يعني الريسينج أو الخيول في التاريخ، مش حتى صحيح. يعني أغلى جائزة عالمية المسابقة الفروسية. وكانت نظرة الأمير بندر بن خالد الفيصل أن يكون جزء من الحدث إظهار الأزياء، وطبعا حتكون لأنها جزء من اللي يعكس ثقافتنا وحضارتنا. معروف أن السعودية دولة جدا غنية في مناطقها، كل منطقة لها ثقافتها، لها أطباعها، لها الموسيقى تبعها. صح. لها الأكل الخاص بها ولها أزياءها. صحيح. فكانت الفكرة أنه في دمج للأزياء مع الحدث، وجزء منه كان مشروعين. الأول هو كان عرض أزياء في يوم الفي آي بي وعشاء الجالة اللي هو قبل الحدث بيوم. قبل الحدث بيوم كان في حدث في المتحف الوطني في عند المربع. نعم. واليوم الثالث كان في اللي هو مسابقة تصميم القبعات في المضمار نفسه. طيب لو تكلمينا شوي عن تصميم فخر وكيف استلهمتيها أروى؟ بالضبط، مجموعة فخر الحقيقة هي مجموعة أنشئت قبل فترة لأنه كان في قناة عالمية يتابعها يمكن 50 مليون شخص في العالم، وتواصلوا معنا على اساس يبوا يتابعوا. طبعا هذه القناه عندها برنامج يعني يتابع الكرييتيف او يعني الرحله الابداعيه لاكثر العقول ابداعا في العالم، والحمد لله انهم اختاروني من السعوديه اني امثل قطاع الازياء. هم مش متخصصين بس في الازياء، يعني مثلا حتى كومبوزرز او في المسرح او يعني في مجالات كثيره. فوقتها أنا فكرت أنه هذه فرصة جدا عظيمة أنه الواحد يبرز هوية السعودية وثقافتها لهذول 50 مليون شخص. فقررت أني أعمل هذه المجموعة اللي هي برايد أو فخر المستوحاة من الموروث السعودي. وصراحة كانت يعني مجموعة مش سهلة أبدا لعدة أسباب، لأنه أولا أنت قاعد تظهري ثقافة بلدك، لازم يكون في كثير من الريسيرش والبحث. كان في قليل مصادر، مش متوفر المصادر بهذا الشكل، غير انه ما شاء الله البلد والمناطق مره كثيره، المناطق كثيره. صحيح. ولازم تشوف يعني كل منطقه وايش الشيء البارز فيها. والشيء كمان مهم انه مش سهل انك تاخذي شيء تراثي وتحوليه الى مودرن. يعني كانت فكرتي مش انه ابغى اعمل الجلابيه او كذا، ابغى اعمل قطع يقدر يلبسوها يعني على ريد كاربت مثلا، او يلبسوها زي اللي احنا شايفينها الان في الشاشه. ايوه، مثلا هذه مجموعه من القطع، طبعا عملنا لها زي ستايلينج او حتى اكسسوارز مستوحاه برضه من التراث. يعني ضفنا مثلا شيله مناخل لبعض القطع، الاساور اللي يسموها بالبناجر، اخذنا مثلا اشياء مستوحاه مثلا من ورد الطايف دخلناها، الهامات مثلا، حتى العارضات حاولنا انه حتى اختيارك للالوان كان جميل، يعني كانت الوان محايده نوعا ما تقدر تتلبس في مناسبات مره حلوه، وليست بالضبط. يعني طابع تراثي وايضا ليس التراثي اللي مثلا يحدك في اللبس. بالضبط، هو كان صراحه يعني او زي ما يقولوا خلطه صعبه، اخذت مني وقت في البحث على اساس اني اقدر انتج الكولكشن بهذا الشكل. فعلا اروى، يعني اشياء جدا جميله اللي احنا قاعدين نعرضها الان على الشاشه. بصراحه
بتبين قد ايه انت فعلا تعبتي عشان تنجزي هذا الانجاز. يعطيكي الف عافيه. الله يعافيك. انا بصراحه اشجع ومع المصممات السعوديات ومع الكوادر الوطنيه فعليا، ولكن خليني اسالك عن مستقبل الازياء بشكل عام، خصوصا انه احنا في فتره وبصراحه الكل صار فيه مصمم ازياء. يعني انا ما راح اتكلم عن مشاركات في احداث كبيره زي ما انت شاركتي في حدث كبير، صار اغلب الانستغرام موجودين مصممه ومصممه ومصممه فلانيه، والقطعه ممكن تكون جدا غاليه وهي ترى تعتبر عاديه. اوكي فانا ابغى اسالك او ابغى اعرف بحكم انه انت ما شاء الله عندك خبره في هذا الموضوع، ايش رايك في هذا الحدث او مستقبل الازياء بشكل عام في المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه على المصممات اللي بيطلقوا على نفسهم مصممه؟ شوفي، وجود مصممه في كل بيت هذا يعكس انه في حب، احنا عندنا حب طبيعي للازياء. يعني دائما انا اقول انه السيدات السعوديات جدا متابعين للموضه ويحبوا الموضه ويقدروا ينتجوا الموضه. تمام. الحين الفتره الاخيره صار في تحول جدا ممتاز في هذا القطاع. ليش؟ اول شيء فتحت جامعات بحيث انه اللي حابب هذا المجال يقدر يدخل ويتخصص، لانه هو دراسه زي اي دراسه فيها ليها مبادئ اساسيه يبنى عليها، مش اي احد مثلا زي ما قلت مثلا حجمع اقمشه ويحطها مع بعض، حيصير انه في كولكشن لازم تنبني، لازم تندرس اساس انه اذا فعلا نبغى نصدر هذه الصناعه للعالم لازم يكون لها اساسيات. فهذا اول شيء صار فيه الان تعليم متخصص في هذا المجال، جامعات كثيره فتحت متخصصه في هذا المجال، واهمهم صراحه جامعه الاميره نوره اللي انا اشتغلت معاهم يعني صراحه بشكل قريب في هذه الفتره. ايوه، في مهرجان الفروسيه قسم التصاميم والفنون، وعلى رأسهم عميدتهم دكتورة مها خياط، يعني مهتمة بأقل التفاصيل، يعني كانت على رأس العمل بشكل دقيق، والآن قاعدة تحفز حتى الطالبات بحيث أنهم يطلعوا يبرزوا شغلهم. فالتعليم شيء مهم. الشيء الثاني لا تنسي وزارة الثقافة الآن صار تحتها مبادرات كثيرة، ومن المبادرات كانت هي مبادرة الأزياء. فالآن الأزياء حيصير لها كونسل، أو بدأ لها كونسل، حيصير لها تشريعاتها بحيث أنه تبنى هذه الصناعة بطريقة صحيحة. جميل. يعني زي ما ذكرتي الاهتمام الآن بصناعة الأزياء السعودية خصوصا ذات الطابع والهوية الثقافية السعودية جدا مهم، وأصبح لدينا هيئة للأزياء، وهذا شيء جدا مهم يعني لتصدير ثقافتنا وموروثنا للخارج. اليوم المملكة العربية السعودية كبيرة، الموروث الثقافي كبير جدا، يعني الجنوب، لبس الجنوب غير عن أهل الشرقية. صحيح. الغربية. فكيف تشوفي أنه أهمية استخدام الأزياء في الهوية الوطنية؟ شوفي، في اكثر من يعني توجه او مدرسه في الموضوع، اما انه الواحد يبغى ياخذها تراثيا زي ما هي. نعم. وهذا واحد من التوجهات على فكره، كاس يعني السعودي كاب او كاس السعوديه. نعم. يعني نظره الامير بندر انه يبغى يكون مهرجان للازياء التراثيه كل سنه. معروف انه في سباقات الخيول ايش اللي بيحصل عاده؟ بيجوا السيدات لابسين احسن ما عندهم، بنلاقي الهيد بيسز القبعات هذه من سوايا. نعم. عشان كذا احنا عملنا مسابقة لطالبات قسم تصميم الأزياء بأنهم يعملوا قطع قبعات مستوحاة من التراث، عملوا أشياء جدا جميلة. صح. يعني أنا ما أقدر أقول قديش أنا فخورة فيهم، لأنه كان في مصممة قبعات لها 15 سنة بريطانية. لما جات وشافت شغل البنات قالت هذول كم كورس أخذوا؟ قلنا لها ولا كورس، اول مره يسووا. فهي بهتت من يعني الابداع اللي كان. صحيح. موجود. فاحنا عندنا الابداع موجود، ونبغى يكون هذا الحدث فيه زي السليبريشن او احتفاء بالموروث الوطني، بحيث اهل الجنوب يجوا بملابسهم، اهل الشمال يجوا بملابسهم، اهل نجد. في كثير غنى يعني في حضارتنا. صح. وتراثنا وثقافتنا، انه يعني ما نحتاج نطلع برا. فان شاء الله يكون هذا الحدث سنوي في احتفاء بهذا الشيء. وممكن يعني لا تنسي انه في كثير جايين من برا راح يتعرفوا على ثقافتنا اكثر من خلال الازياء. يعني الازياء هي لغه يفهمها الجميع. صح. فحيكون شيء جميل انه نشارك الناس هذا يعني ثقافتنا بهذه الطريقه، وتعكس شخصيه البلد، تعكس شخصيه بالطبط. اصحابها اللي هم لابسين هالملابس. صح. هذه. بس خليني اسالك اروى، انت صاحبه تصاميم ارام. ابغى اعرف ايش جديدك في عالم التصميم. والله انا اشتغلت على هذا الكولكشن مؤخرا، ولسه ما عرضناها كلها، لان احنا عرضنا فقط 10 قطع. هي الصراحة
صراحة كانت المفروض تنعرض في لندن فاشن ويك، بس احنا قررنا نعرضها هنا على أساس أنه الناس اللي جايين يقدروا يشوفوها، وإن شاء الله احنا يمكن راح نعرضها باقي القطع. لكن أنا كمان لي دور الآن مع الكليات والجامعات بحيث أنه نحفز الجيل يعني الصاعد أنهم مثلا يشاركوا في المسابقات، يظهروا تصاميمهم للعالم يعني كمستشار لهذه القطاعات، بحيث أنه نقدر نحفز صناعة الأزياء في السعودية. يهمني جدا أنه مش بس أشتغل على البراند تبعي، أنه نحاول نحفز صناعة الأزياء في البلد. ممتاز. يعني بصراحة أنا جدا سعيدة أنه هي ذكرت أروى لندن فاشن ويك. قبل يمكن في هذا الأسبوع استضفنا أيضا لما تكلم بالضبط نورة لما كانت في باريس، أسبوع باريس للموضة. يعني أنا سعيدة جدا بوصول فعلا سيدات سعوديات للعالمية. خلينا نقول هل في تخوف نوعا ما لما توصل العالمية؟ يعني الواحد حاطط في باله القمة، لما نصل القمة لازم يحافظ عليها قد ما يقدر. هل في هناك تخوف من هذا الموضوع؟ أنا شخصياً ما عندي تخوف، بالعكس أنا كل ما يكون في فاشن ويك، يعني إحنا شاركنا في نيويورك فاشن ويك، في موسكو فاشن ويك، كل مرة بنروح we're impressing، يعني قاعدين نبهر الناس، يعني قاعدين يقولوا أنتوا هذا الشيء عندكم. لدرجة أنه يعني أنا أذكرها دائما لما رحنا موسكو فاشن ويك أخذنا كولكشن اللعبات بس عشان نوري الناس ثقافتنا. نعم. صار فيها إقبال عليها صراحة جدا مفاجئ من أجانب، من السيدات الروسيات. واو. يبوا اشتروا عباياتنا. عرفتي كيف؟ يعني تصدير الثقافة هذه مش يعني شيء صعب إذا كان أتقننا بس أساسيات التصميم وأساسيات تصدير هذه الثقافة. ممتاز. أروى كمان أبغى أسألك عن الشنطة اليد اللي معك، هذه من تصميمي؟ أيوة، هذه كولكشن إن شاء الله راح تنزل قريب. هي مجموعة جلديات عملناها وتصنعت في إيطاليا من يعني جلود يعني إكزوتيك أو يعني الفارهة. نعم. وراح تنزل إن شاء الله قريب. برضو حاولنا أنه نعكس فيها جزء من ثقافتنا، طبعا معروف في ثقافتنا الأشكال الهندسية. من الواضح. فهذه الكولكشن إن شاء الله قريب راح تنزل. يعني ما شاء الله تصميم سعودي وبأيدي سعودية إلى العالمية. سؤال جدا مهم كما لازم أسأله عليك يا أروى، كونك يعني سفيرة المجلس الأزياء العربي، الأزياء المستدامة وصناعة الأزياء المستدامة اليوم جدا مهمة، وكثير من المصممين العالميين يعني صاروا يدعوا هذا الموضوع. قديش مهم أننا نصنع أزياء أو ثقافة أزياء مستدامة في السعودية، ومتى سنرى نحن السعوديين أنه نلبس ملابسنا التراثية بشكل حديث وعصري وخلاص ونصدرها إلى العالمية؟ شوفي، هذا موضوع جدا مهم، والان يعني انا شايفه انه حتى صار يدرس في يعني في الكليات وفي الجامعات اللي بتدرنا، انه هذا يعني موضوع جدا مهم. واحنا الان زي ما قلت لك احنا شايفين من هذا الحدث بدا التركيز على انه نرجع ناخذ ثقافتنا ونرجع نركز عليها. وهذا الكولكشن يمكن واحده، يعني انا صراحه فوجئت بالغنى يعني الثقافي تبعنا. يمكن الواحد دائما شايفه حواليه، لكن بتدرسيه وتتعمقي فيه يعني مش كولكشن واحده ولا 10 كولكشنز تغطيه. فأنا أقول لك من هذا الحدث يعني أنا تواصلوا معايا بعد ناس كثير أجانب من اللي حضروا السباق يبغوا يرتدوا هذه الأزياء، فإن شاء الله حنشوفها قريب يعني تنتشر عالميا بإذن الله. مصممة الأزياء سفيرة مجلس الأزياء العربي أروى العمال، أنا أشكر تواجدك معنا. أنا أشكر استضافتي، شكرا لكم. أهلا وسهلا. مشاهدينا أكيد مكملين معكم بعد الفاصل.